السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي البنات لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو جميع واحد نص طوق اللي كنت طلبتوه لي شحال هادي، يعني راه ما نسيتوش. من واحد الموديل ديال واحد الجلابة اللي كنت نزلت في القناة يعني، ولكن هذيك الجلابة كانت مخدومة ببراندا طبعا، والعديد من الأخوات كانوا طلبوا مني تطبيق ديال هذيك الزواقة بالضبط يعني بالكروشي، وهذا هو درسنا ديال اليوم. قبل ما نبداو العمل غادي نذكر بالمسائل او الادوات اللي غادي نحتاج. غادي نحتاج كروشي رقم 0.6 ملم، اي رقم 12 اللي هو هذا رقم 12، نتمنى انه يكون باين، راه ديما تنوري لكم هذا. علاش ديما تنذكر بالادوات؟ هذا بالنسبه للاخوات اللي يلاه التحقوا بينا في القناه. طبعا غادي نحتاج كذلك مقص وإبرة، من الأحسن أنها تكون إبرة رقيقة، وهنايا في هذاك الموديل فهو مخدوم بالزمرد يعني الحرير والزمرد، هذا بالنسبة لراندا. وكذلك نفس الشيء غادي نخدمو به في الكروشي، لكن ما غاديش نخدم باندا يعني بالكروشي من بعد عاد غادي نبت، لا، فأنا غادي ندير جوج في واحد، يعني غادي نبت ونخدم في مرة واحدة، ماشي حتى نكمل الخدمة ديالي من بعد عاد غادي نبقى نبت. لهذا فقبل ما غادي نبداو الخدمه يعني ضروري ما تندخل العقيق ديالي في الخيط بهذا الشكل هذا. عليها قلت لكم غادي نحتاجو البرا طارت، لعليها قلت لكم غادي نحتاجو البرا رقيقه. وبالنسبه للعقيق فغادي نخدم بالعقيق رقم 3 يعني ماشي رقم 4، رقم 3. انا رقم 4 صراحه تيجيني غير ملائم للخدمات الكروشيه يعني تيجيني كبير، ما نعرفش انا خدمتي يمكن حيت نخدم بالحرير المبروم ما عرفتش، المهم تيجيني كبير، لهذا تنخدم بالعقيق او الزمرد رقم 3. كما قلت لكم تندخل العقيق ديالي في الخيط وهو الاول باستعانه بالبرا طبعا، يعني راه الطريقه عملناها عده مرات. غادي نبداو العمل. اول شيء غادي ندير الدائره السحريه، اي غادي نعمل الدائره السحريه او عقده البدايه بهذا الشكل هذا، ثم غادي نرتفع بثلاثه سلاسل 1 2 3. نسيت هنا ما قلت لكمش بانني سنخدم على الحرير مضوبل على 4 شعرات كيف ما تلاحظوا، فعندي هنا 4 ديال الشعرات. من بعد ما ارتفعت بثلاثه سلاسل غادي نرجع وسط يعني هاد الدائرة هادي، غادي نزيد 4 الأعمدة يعني باش نحصل على 5 الأعمدة بالارتفاع طبعا. عندي هنا 4 5، هما 5 ديال الأعمدة. ثم غادي نسحب هاد الخيط هذا، من بعد طبعا راه غادي نعقدو ونتسنى تحت من الخدمة فاش غادي نسيري الخدمة ديالي. ثم غادي نرتفع بثلاثة سلاسل، غادي ندور الخدمة، غادي نجي فوق العمود الأول نخدم عمودين زائد الارتفاع يعني 3 الأعمدة، هما عندي 3 العمود 3 الأعمدة عفوا. ثم غادي نجي واحد العقيقة بهذا الشكل هذا، غادي نخدي 3 ديال الأعمدة. لاحظوا مزيان 1 2 3، يعني طبعا غادي نبت ونخدم يعني جوج في واحد. لاحظوا كيفاش يعني كحست البرا ديال العقيقه ديالي، من بعد لويت الحرير على الكروشي وغادي نخلي 1 2 3 3 ديال الأعمدة. غادي نجي فوق العمود الاخير اللي هو هذا، غادي نخدم مباشره 3 ديال الأعمدة، 1 2 3 بهذا الشكل هذا. ثم غادي ندور الخدمة، نرتفع بثلاثة سلاسل ونخدم عمودين فوق هذا العمود الأول، غادي نجيب واحد العقيقة نفس الشيء، غادي نكحزها
لاحظوا ملي تنخدم ملي ندخل العقيقة فماشي ما تنخدمش عليها السلسلة بهذا الشكل هذا، لا لا، باش نثبتها مزيان مباشرة تنخدم العمود ديالي، يعني من هاد السيسي من هاد الخيط هذا، يعني ملي تندخل العقيقة تنجي مباشرة نخدم الأعمدة ديالي فوق هاد الخيط اللي فوق من العقيقة اللي في السطر السابق. 1 2 3 هنا طبعا غادي نملؤو بثلاثة ديال الأعمدة، وغادي نخدم تاني عقيقة بهاد الشكل ونفس الشيء، غادي نخليها ثلاثة ديال الأعمدة، غادي نجي فوق العمود الأخير بهاد الشكل نخدم ثلاثة ديال الأعمدة ديالي، 1 2 3، يعني تنديرو الإضافة أو التزايد في الجوانب، تنزيد هنايا جوج ونزيد هنا جوج. غادي نرتفع بثلاثة السلاسل، 1 2 3، ثم غادي نجي فوق العمود الأول نخدم عمود، ثم العمود الثاني ونجيب عقيقة، غادي نجي فوق هاد العقيقة هاد الخيط هذا اللي فوق من العقيقة اللي من السطر السابق نخدم ثلاثة ديال الأعمدة. علاش ما تنخدمش السلسلة فوق من العقيقة من بعد عاد غادي يعني عاد نخدم الأعمدة ديالي؟ فبهذه الطريقة هذه العقيقة ديالك تجي شادة بلاصتها، يعني تجي الوسط بهذا الشكل هذا، 1 2 3، هما عندي ثلاثة ديال الأعمدة هنا، ثم غادي نجيب عقيقة، يعني فوق من الأعمدة تنخدم عقيقة وفوق من العقيقة تنخدم أعمدة، غادي نجي فوق هاد العقيقة هادي نخدم ثلاثة ديال الأعمدة. يعني نفس الخدمة ديال الشبكة اللي فيها ثلاثة الأعمدة سلسلة، غير عوض ما غادي نخدمو السلسلة تنخدمو عقيقة بهذا الشكل هذا، ثم غادي نجيب عقيقة فهاد الخدمة هادي، يعني دغيا تطلع غادي نجي لهنا يعني فوق العمود الأخير نخدم ثلاثة الأعمدة، 1 2 3 بهذا الشكل. غادي ندور الخدمة ديالي نرتفع بثلاثة السلاسل، 1 2 3، ثم غادي نجي فوق العمود الأول نخدم عمودين، 1 2، نفس الشيء نجيب عقيقة، ثم غادي نجي فوق من هاد الخيط هذا غادي نهزو، يعني غادي نخدم ثلاثة ديال الأعمدة، عفوا ها 1 2 3، نجيب عقيقة نجي مباشرة فوق من هاد الخيط نخدم كذلك ثلاثة ديال الأعمدة أو فوق من العقيقة، نجيب عقيقة يعني مرة ثلاثة الأعمدة مرة ندخل عقيقة. اثنان ثلاثة نفس الشيء فوق من هاد الأعمدة الأخيرة نخدم عقيقة، وغادي نجي فوق من العمود الأخير نخدم ثلاثة ديال الأعمدة ديالي، ها 1 2 ثم ثلاثة بهذا الشكل.
لاحظوا لي راه لقيق، يعني رقم 3 وباين كبير، يعني وكان خدمت برقم 2 فغادي يجي ملائم. من بعد غادي نرتفع بثلاثة سلاسل، نجي فوق العمود الأول نخدم عمودين، واحد اثنان. المهم دابا راه الطريقة راه باينة، يعني غادي نبقى غدا بنفس الطريقة بنفس الخدمة بنفس التقنية، وما ننساش تزايد في الجوانب بزوج. نجي فوق هاد الرقيقة نخدم ثلاثة الأعمدة، ها واحد اثنان ثلاثة. كذلك هنا نخدم ثلاثة الأعمدة. المهم غادي نبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى نشوف القياس اللي بغيت، من بعد نوريكم كيفاش غادي نحبسو أو نوقفو زيادة باش نخدمو السطوق ديالنا. هنا من بعد ما وصلت هذه المرحله، يعني خدمت واحد شويه نفس الخدمه اللي وريتكم في نفس في البدايه، يعني بقيت تنزيد تنضيف زياده من الطرفين، من هنا ومن هنا، يعني تنضيف عمودين من هنا ومن هنا، تنحصل على هذا الشكل بي. هنا طبعا مازال غادي نبقى نزيد، غير في هذا الصف هذا غادي يكون واحد شويه ديال التغيير عليها قلت نخدم معكم. لاحظوا فوق هاد العقيقة هادي كما العادة غادي نخدم ثلاثة الأعمدة بهذا الشكل هذا، ثم غادي نجيب عقيقة، غادي نجي فوق العقيقة الموالية نخدم ثلاثة الأعمدة، واحد اثنان ثلاثة، ونجيب عقيقة. غادي نخلي يعني هاد العقيقة تنخدمها فوق ثلاثة الأعمدة، ونجيب ونجي لفوق العقيقة الموالية هنا فوق هاد السلسلة، هنا فوق هاد العقيقة هادي، فأنا غادي نخدم غير عمودين، ما غاديش نخدم ثلاثة الأعمدة. من بعد غادي تعرفوا علاش. هنا طبعا غادي نبقى نفتح يعني في الكوزة ديالي، شحال عندي هنايا من عمود؟ عندي ثلاثة، يعني غادي نخدم ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. لاحظوا ان العمود الثالث خدمته فوق من العقيقه، شحال خدمت هنايا؟ جوج اعمده، يعني ضروري غادي نضيفهم. ها هو العمود الاول، ها العمود الثاني. التغيير اللي درت هنا هو عوض ما غادي نخدم ثلاثه الاعمده، فانا خدمت غير عمودين فوق هاد العقيقه وفوق من هاد العقيقه المواليه. هنا غادي نجيب عقيقه. المهم في الاخير غادي نقول لكم علاش ما يعني ما خدمتش ثلاثه الاعمده كما تنخدم، يعني ما عوضتش هذيك العقيقه بثلاثه الاعمده. لاحظتوا دابا غادي نجيب عقيقه، نفس الشيء غادي نجي لهنا نخدم ثلاثه الاعمده، يعني فين نقصت العمود نقصتهم غير ملي كنت تنكون الكوزه ديالي. يعني غادي نخدم عقيقة ونجي فوق هاد العقيقة هادي نخدم ثلاثة الأعمدة. ها واحد اثنان ثلاثة، ثم غادي نجيب عقيقة وغادي نجي وراء الاخر عمود، يعني وراء عمودين نجي الاخر عمود نخدم ثلاثة الأعمدة، واحد اثنان ثلاثة. كيف ما تشوفوا في الزيادة انا هنايا زدتها بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندور الخدمة، غادي نرتفع بثلاثة سلاسل او سلسلتين على حسب طول العمود.